Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel with another reaction video. Today I'm gonna react to Allah's powerful healing words. It's Surah Fatir. So many people actually asked me to react on it, so let's just see and hear this surah. But before we start, don't forget to subscribe and also leave a like and a comment if you'd love to. So bismillah. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم الغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق
بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن
الله كان بعباده بصيرا. This is my favorite reciter. It's so beautifully how he recites Subhanallah. Allahumma barik. Allah is in power of every single thing. Every single thing that exists. Every single thing. Like all the universe, it's moving how Allah wants. Subhanallah. How we will create it. You know, the atheists, they are not logical. I don't understand this thing of atheism. It's really not logical. Because look, okay, if we are just like by chance here, right? We cannot have like an organized and way how we are formed in the belly of the mother, and then how we come out, and then how we live this life, how the human being is formed and made and created, and then ever how it is, you know. If it's by chance, we had to be created differently sometimes, because it's by chance, you know, like it's by chance we can be like maybe a little bit as a horse, you know, or something else, it doesn't matter, like, but a mix, you know. Is it by chance? Why by chance it has to be so perfectly and specific and in details how we are, how this nature are? Why there is no mistake? Every single thing is specifically, perfectly made. It doesn't exist made by chance. Are you really, when you say that we are made by chance or we are made by evolution or something, do you really believe in this? Because this is nonsense. We are so, I don't even know a word for it, but we are so complicated made. People, they don't even know how we are really exactly, like our bodies, I mean, you know, how exactly our bodies are. There is everything perfect. Also this world, it's really perfectly. Why we have air that we can breathe? Why the system is like this? You understand? Why it is like this? It has to be something that created this like that. It cannot be by chance that we have like, for example, why we have everyday air that we can breathe? Why? If it's by chance, we will not have everyday air to breathe. You understand? If it's by chance, the sun will not rise every day. Because by chance, it means something can have mistakes. Something cannot be perfect by chance. You understand? Allah has created everything perfectly, everything in a way that is perfectly made for us. Like, it's really complicated. It's not just talking like that. We say this world has not a creator. Subhanallah. Can you imagine this? Astaghfirullah. How can you even say this? When you say this, you have not studied this world. You have not even studied yourself. And then people, they are more occupied with stuff like saying like, oh, my body is not perfect, I need to be more skinny, I need to lose weight. Y'all, you have to see more far. You have to see that you are really perfectly made. All these veins, every second is flowing their blood. That you are alive. Every second you are breathing. Allah has made you perfect. And has made you this world that you can live in perfectly. Subhanallah. And then, you know, Allah sent you warners and also messengers that you can live this life perfectly. How it is. It's like an instruction book. It's like when you go to buy a car or when you go to buy a machine, for example, a cook machine or something, you will have the instruction book to know how it works, this machine. So this life is the same thing. Do you think we are blindly just living this life here and we don't have no guidance and we can just be happy? Voila! No, it's not like this. We have instructions how to live this life perfectly. How it works, Subhanallah. And of course, if you don't have this connection with God,
and you don't follow these instructions, you will have a nonsense life. Why you are living even, you know? For what? If you don't even know why you are here. So thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and also leave a like, and see you in the next video, inshallah. Mas-salamah.